دوري عشان الفرح مرتبطين بيا. حتى اللعيبه بتوع الفرق الثانيه اللي بضربهم في المنتخب فعارفين القصه دي. ف تاني ماتش لقيت مستر الدكوتي بيقول لي ابنه. قلت له ايوه خواجه. قال لي فلان وفلان وفلان مش العب. قلت له مش العب ليه؟ قال لي خلاص احنا هم رايع عشان الكاس. قلت له خدنا الدوري وانا جوز الشارع جوز الشارع خواجه. قال لي لا هم اتعب. قلت له اتعب ايه؟ هم معانا نكسب الماتش وبعدين يستريحوا لكن كده لا. فالمهم ايه ريحناهم وجم وكملوا الماتش ولعبوا معانا وكسبنا الماتش. اخر ماتش عندنا مين؟ مصر بورسعيد. هناك مصعد نور والسنجق وكده والفؤاد قصص يعني لعيبه تقال قوي. فلقيت مصعد نور عارف القصه لانه عندي في المنتخب. قال لي يا كابتن انا يعني اقول لك مبروك وانا مش عارف ايه. قلت له يا مصعد خلاص بقى ربنا هيسهل ان شاء الله ربنا يسهل. تشاء الظروف ان بعد خمس دقائق من نص الملعب احنا ضاغطين على المصري ضغط جامد. هو راح واخد كره وعاملها كده جول عند ال 18 نط داخل الجول. خلاص الفرح باظ. تنينا كده يا اسامه لغايه اخر وقت دقيقه 90 خلاص. يعني دي قصه حتى تبين ان الدقيقه 90 عند النادي الاهلي روح الفانيله الحمراء دي من الازل موروثات الاجيال كلها. مش دلوقتي مش دلوقتي يعني شوف من كام سنه الكلام ده من 50 سنه كوره او من 40 سنه مصطفى عبده ضربه ركنيه من كتر الضغط بقى بيرفعها تفاني جاي بيطلعها داخل الجول في نفسه. خلاص واحد بواحد ما خسرناش. مبروك يا فتحي مبروك ويوبا وخلاص وجاي سياده الفريق وعملنا هنا الفرح في وكانت لفته طيبه من الفريق مرتدي والاكثر والفرح في جوه النادي الاهلي خيره علينا وفي حاجات كتير. ده احنا اتجوزنا او الفرح كان في حسين حامد اللي هو مسؤول فنانين لان كان زمان هنا في نفس الاستاد ده ام كلثوم بتغني عبد الحليم حافظ بيغني ووردة الجزائرية بتغني ده فرح الكابتن فتحي حسين. لا 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 بنات الصغيره بتغني ده في الحفلات اللي بتتعمل جوه النادي الاهلي بعد ما بيكسب الكاس او الدوري كان بيتعمل حفله معروفه كده. فوكيل الفنانين قلت له اتفضل عشان تجيب لنا. قال لي دوت مش هيقضي. قلت له ما يقضيش كان زمان بقى مفيش فلوس. قلت له بس مشي اي حاجه كده وبتاع. فبعدين بعد ثلاث ايام لقيته بيكلمني وكمان بيقعد. قال لي تعالى. قلت له قال لي الظرف بتاعك. قلت له لا انت رجعت كلامك. انا ما قالش اي حد. قال لي اي حد يعني مشكله. قلت له ايه المشكله؟ قال لي ده كل الفنانين لما عرفوا ان الحفله هنا في النادي الاهلي كله جاي ببلاش. مين اللي جالك بقى وقتها؟ جالي كتير قوي يعني جالي يعني اقول لحضرتك طبعا من في ناس متخصصين في الافراح يعني مثلا زي شريفه فاضل بتاعه افراح زي مش عارف كريم محمود عبد العزيز محمود اسماء عظيمه. لا يعني كل دولت يعني بزيته جه مش عارف ببلاش من غير فلوس. لا 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 حماده سلطان مش عارف اللي ده سهير زكي على ناس بقى كتير. وكان في مدرسه المشاغبين بتتعمل هنا في التحرير في شارع البستان جالي عادل امام وسعيد صالح بعد ما خلصوا المسرحيه لان احنا كنا عاملين المسرحيه اللي كانوا قايل له على البرنامج من الساعه 8 لغايه الساعه 1. فهو بيقول لي انا في مشكله لان مش لاقي وقت للفنانين اللي عايزين يجوا. بدات من كام؟ بدا هو من 7 خلصنا 5 الصبح. يا خبر ابيض. لا احنا كان عزيزي. يوم جميل جوه النادي الاهلي وكنت عازم اصلا بس اللي هم بتوعنا دول 500 واحد. لقيت الشجر اللي في البير ده الناس اللي هم الجمهور بتاع النادي الاهلي ده بنفس القصه دي. فالنادي الاهلي يعني خيره علينا والنادي الاهلي هو اللي ادانا. والنادي الاهلي انت كنت بتسالني بتاخده كام في ايوه وانت بتكلمني على الفلوس وما كانش معاك فلوس وقت الفرح وعشان تجيب المطربين كلهم. فاكر اول مكافاه